السلام عليكم الإخوان. في طريقنا إلى مدينة الخميسات توقفنا بالمركز الاجتماعي للأشخاص المسنين، وصراحة هادشي كيزيد علينا الحلاوة، تصدمنا بزاف، وبغيتكم في يوم الجمعة تشوفوا هادشي هذا اللي غادي نوريكم، لأن تبارك الله شي حاجة اللي كتفرح. في هذا المركز كاين ناس كبار مسنين اللي متخلعين. اللي عجبنا أكثر هو يعني الجمالية ديال هذا المكان والنقاء ديال هذا المكان والناس اللي كيشرفوا على هذا المكان، يعني تبارك الله كيف ما كتشوفوا المكان مزود بكاميرات. ايضا هذا المشروع هذا يعني هنا ديال الاستقبال فين كاين الاخ محمد، المركز تبارك الله يعني كبير، كاين اطباء اللي كيشرفوا على التطبيب ديال هاد الناس، كاين هاد السيد هذا اللي تا هو يعني كنتنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو جزائري وكيقلب على الابن ديالو باش يجي عنده ويعرفوا بانه كاين في هاد الدار المسنين، والحمد لله يعني هاد المكان احتواه. ايضا بغيت نقول لكم بانه كاين مكان اللي هو صالون للرجال، شوفوا تبارك الله الصالون كيفاش داير، هادشي يعني جميل 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 وداكشي زوين، وحنا جينا غير على غفله الاخوان. كاين صالون ديال النساء اللي تبارك الله حتى هو هانتوما غادي تشوفوه، يعني شوفوا كيفاش داروا الصالون ديال النساء في الكرونه وديال الرجال يعني في الزرق. وايضا كاين يعني التلفاز كيف ما كتشوفوا. ايضا ما غاديش نغفل باش نقول شكرا للملك البلاد نصره الله على المشروع اللي يعني وهب لهاد السيده اللي كانت كتناضل في الكراجات مع الناس، يعني كانت مسكينه كتناضل غير في الكراجات مع الناس وكتجيبهم باش توكلهم وباش تشربهم. ايضا في هذا المركز كاين مرقد للنساء كيف ما كتشوفوا، يعني اللي فيه الناس فين كينعسوا. واخا مرحبا، السلام عليكم، كيداير اخالتي لاباس؟ شويه مالي فكاد الناس شويه الحمد لله. اذا كيف ما كتشوفوا يعني كل مكان مثلا غندخلوا لهاد البلاصه، كل مكان فيه جوج ديال الناس فين كينعسوا، اذا البلاصه كبيره. ايضا الاخوان غادي نمشي دابا، ها انت كاين حمام كاين مرحاض، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. لا ما ندخلوش، بارك علينا من هنا، شوفوا داكشي تبارك الله كيفاش نقي. هاد المكان هذا اللي غادي نوريكم هنا، ف ما كرهوش يكون فيه واحد المشروع اللي غادي يكون مدير للدخل واللي هو بيسين، وايضا يعني واحد البلاصه يعني بلاصه اللي فيها القهوه فيها الماكله، فنتمنوا ان الرساله توصل لشي محسن اللي غيتكلف يعني القيمه ديال هذا المسبح غادي تكلفهم 10 المليون. دابا غادي نمشيو الاخوان تشوفوا الناس فين كيتغداو، لان اليوم ديال الجمعه وكانوا دايرين الكسكسو. هاد البلاصه فهي اللي كيحاولوا يعني يفرغوا فيها، يعني كيجلسوا كيجمعوا، هذا هو البلاصه. هنا كما كتشوفوا دابا هما الحوايج ديالهم راه نقيين تبارك الله. السيده السعديه حبيبه السبعي ام المحسنين رئيسه المؤسسه ديال الجمعيه، كنشكروها من هذا المنبر. ايضا الاخوان تبارك الله هادشي زوين، هادشي كيشرف البلاد ديالنا. يعني هنا كاين السيد الحارس العام، هنا كاين المسجد، هنا كاين مرحاض للرجال، هنا كاينه صيدليه. والله الاخوان حاولوا تبارطاجيو هادشي زوين تبارك الله. ايضا هنا كاين طبيب، هنا كاين قاعه للعلاج. السلام عليكم استاذه، تحياتي، شكرا. شنو بقى؟ اذا هاد البلاصه هادي كيجلسوا فيها تبارك الله، شوفوا هادشي شحال زوين. وهذا مثال يعني ما كرهناش يتعمم في المغرب كامل باذن الله. دابا غادي نمشيو للقاعه ديال يعني فين كيتغداو هاد الناس. اذا هنا القاعه ديال الانتظار، اخ محمد تحياتي. هنا لاحظوا واحد القضيه، المراه اللي ما كتقدرش تمشي ولا اللي ما كتمشيش ديما معها المرافقه ديالها. اذا الناس راه تغداو قبيله. السلام عليكم اختي بخير، الله يحفظك. اذا كيف ما كتشوفوا داكشي تبارك الله منظم. خالتي السلام عليكم، صحتكم 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 ما شاء الله. اذا كيف ما كتشوفوا هنا كاين يعني السيده المشرفه، وايضا الناس يعني ديال الطبخ. الحاجه تبارك الله عليك، هاد السيده هذه ان شاء الله راه قصه 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 ان شاء الله. لا ما خدش لا ما خدش، واخ واخ ان شاء الله ان شاء الله. خالتي دعي مع الناس، دعي معاهم، دعي معاهم، اللهم امين. مهلين فكاد الناس شويه بزاف، الحمد لله الحمد لله. واخ واخ انا غنجي عندك، واخ ندخلوا. اذا هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو يعني هذه هي الكوزينه، وكنبغيو نشكروا هاد الناس هادو، شكرا لهم بزاف لانهم واقفات. وهاد السيده كيدك يعني كلشي كيشد ليها بالنقاء. ها انتم تبارك الله، شوفوا تبارك الله، شوفوا شوفوا ما شاء الله الحمد لله داكشي ما شاء الله. وكاين واحد الغرفه للتبريد هنايا كيف ما كتشوفوا، شوفوا الاخوان داكشي تبارك الله منظم. وهادشي يعني وايضا كاين يعني مرحاض الرجال الداخل كاين بيت الزيت، وكاين واحد البلاصه بغيتكم تشوفوها اللي هي، السلام عليكم الله يعاونكم برافو عليكم، اللي هي شوفوا تبارك الله. اذا باش نديروا الخلاصه هو ان هذا المركز يعني محتاج للدعم. ناس تغديتوا صحتكم؟ هاد الناس مهلين فيكم شويه، ها واش مهلين ولا مهلين والو ياك؟ ها شو الحاج، شو الحاج النشاط الحاج
زيد الحاج واش ناشطين؟ واش فرحانين؟ هاد الناس مهلين فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الله يحفظك. من هنا كنبغي نقول كل شيء جمعه مباركه، وانا اليوم فرحان حيت شفت هذا المركز هذا وشفت هاد الناس كيفاش فرحانين وشفتهم كيفاش كيتعاملوا معاهم وكيفاش يعني نقيين وكيفاش كيدوشوا لهم وكيفاش كيوكلوهم وكيفاش كاين هنا واحد التنظيم. نتمنوا هذا الشيء يتبارطاجا في المغرب كامل، ونتمنوا هذا المركز يلقى واحد الصدى ويوصل للمحسنين باش ان شاء الله يدار داك المشروع اللي قلنا في الاول ديال داك البيسين وداك المنتزه، باش ان شاء الله يكون واحد الدخل لهذا المشروع، لان طلب سيدي ربي التيسير. والرساله الاخيره هو الناس كيتخلاو على والديهم يعني بالظروف، الظروف زعما كيبقى عندي ظروف وكنتخلى على امي وعلى با ماشي زوينه هذه، لان ما كبرناش في هذا الشيء. تصلى في والديكم الاخوان، واللي عنده شي اب هنا الحمد لله بعدا راح بخير. السلام عليكم.